الدوام خلص، شو منتي رادة البيت؟ امبلى، بس اخاف اوقف وتطير الفكره من راسي، اخلص واطلع. فكره شنو؟ ولا شيء. انا اسف، مو قصدي اتلاقف يعني. لا سوري، انا اللي اسفه، ردت فعلي شويه طلعت غبيه، بس ما احب احد يقرا اللي كتبته قبل لا يخلص. روايه؟ يس. من زمان تكتبين؟ من 3 سنين نزلت لي اول روايه. ما شاء الله، يعني عندك اساسا شيء مطبوع. روايه واحده بس، والحين شغاله على الثانيه. حلو حلو. زين اقدر اقراها ولا هم ما يصير؟ امبلا يصير، واحب وايد. انا قلت لك ما احب احد يقرا شغلي الا لما يخلص. اوكي، انطر نسختي بموقع بعد. اوكي، من عيوني. تسلم عيونك. يلا تعملين على شيء؟ ما يمر عليك هذا. يلا مع السلامة. كان يكتشف فيها كل يوم، بل كل ثانية، أمرا ما يجعله يحبها أكثر. هدوئها، احترامها، وبريق عيناها حين تتحمس. لكن شيئا ما كان يمنعه عنها، يذكره بأنه قد خرج للتو من علاقة فاشلة تشبه جرحا لا يزال ينزف، تشبه عظمة مكسورة يلفها الجبس، تنتظر أن تشفى بفارغ الصبر حتى تمشي من جديد. وبين الإعجاب بها والتوجس من أن تكون جسراً لينسى فشله، كان يقف مترنحاً بين الجهتين، متردداً وخائفاً أن يكسر قلبه مرة أخرى. طالع؟ إيه، بروح الديوانية. ليش تبين شيء؟ خالتي تقول تبي تخلي شهود عندها اثنان، عادي؟ هي عادي. كسر خاطرها، تبيك تاخذ راحتك. بتاخر بالديوانية؟ ما ادري. زين بتعشى برا ولا اشيل لك عشاء من البيت؟ نور انت ايش فيك تحنين؟ سؤال ورا سؤال، سؤال ورا سؤال، هو تحقيق. عادي قاعد اسالك. احنا صار لنا 3 سنين متزوجين وانت تدرين ان الاسلوب ينرفزني. من صدقك اي اسلوب؟ بعد بتسالين؟ فهد ايش فيك شايش علي؟ قاعد اسولف عادي، ما قلت شيء. مو وقت سوالف. 1000 مرة قايل لك لما بطلع ما احب احد يحقق معي او يحن على راسي، خلي سوالفك بعدين. خلاص اوكي. اسفه انا غلطانه. للحب سلطة، سحر خاص به، يحول به التفاصيل الصغيرة إلى ذكريات جميلة. لها القدرة على رسم ابتسامة على وجه المحبين بسهولة. كعكة هنا، قهوة هناك، وبضع كلمات نستعيدها بين الحين والآخر فتجعلنا نسعد. نورة، نورة تعالي. وللكره أيضاً سلطة، لعنة خاصة به، يصيب بها أكبر الأشياء قيمة فيحولها إلى كوابيس وذكريات نتجنبها. نحاول دفنها حية تحت رمال من أعذار قد تكون في أغلب الأحيان واهية، يجعلنا الكره نعبس ونغضب ونتخذ قرارات قد نندم عليها يوماً ما.
زينب ترى خالتك ابتهال ويا بنتها جايينا بعد شوي، قومي لبسي عدل وتعدلي ونزلي جامليهم شوي. إما تدرين أنا ما واطن هالمجاملات اللي ما لها داعي، أقعد معاهم ليش؟ وش أقول حق العالم؟ ما تبي تشوفكم ما لها خلق؟ قولي لهم طالعة. وين بتروحين على الله؟ بروح الكافيه، أروح أكتب هالسطرين هذيلا قبل لا يطيرون من راسي، قعدت مع خالتي ابتهال وبنتها عقلي كله طار. يلا عاد عن قلة الأدب، سوى لك العالم عشان تذمين فيهم كذي؟ ما أقدر، القعدة معاهم تلوث سمعي واجتماعي وعقلي. القعدة اللي فيها حش وحش وما أواطنها، حش بالناس وحش ببطون ما تشبع. الحمد لله والشكر. أنتِ الكتابة هذه مننتج الحسد مخك. الحمد لله والشكر. يا زينة من ينون. أنا أقول طيح الله حظك مالت عليك مالت، ما تبردين القلب أبد قطيعة. تفضلي. هذا المرجع اللي طلبتي. شكرا تعبناك معنا. هلا ما سوينا شيء هذا شغلي. شكرا. صباح الخير. صباح النور. كنت متأخرة اليوم؟ شوي. بس ايش عندها هذه أيام بكر؟ مسكينة عندها تحضير ماجستير وناقصها مرجع. ايش دعوة؟ ما جت تخلص هالمرجع على الصبح. عادي يعني، ما تدين شنو ظروفها. شيك؟ قلت شيء غلط أنا؟ لا، بس مستغربة شلون دايماً تبدي الزين على شيء. يعني مثلاً البنت اللي أمس أذتك وانت تدور الكتب كانت تقول عادي يمكن متوترة حرام، وحارس الأمن بعد أول ما دخلت ما رضى يدخلك وانت موري هويتك، قلت عادي يمكن ما يعرفني علشان أول يوم لي دوام، والبنت هذه بعد اللي اليوم. تعالي تعالي تعالي، انت ايش عرفك عن حارس الأمن؟ كل شيء يصير بالدوام يوصلني. شكلك تحبين القهوة؟ اي عاد بس مو لهالدرجة. حقي؟ Yes, this is hot white mocha with extra 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 caramel with extra shot of espresso. مستحيل ما تحبها. Thank you. You're welcome. هذه بعد. شنو هذا بعد؟ دونت؟ ايش حقها بعد؟ لما ساعدتني بالاسانسير عايزت ادورك علشان اشكرك. بصراحة اللي سويته ما حد يسوي، انا ما اسوي. أول شيء ما له داعي تشكريني، وثاني شيء علشان تظنين الخير بالناس لازم تتعلمين شلون تظنين الخير بنفسك. أنا متأكد لو أنا كنت مكانك بالأسانسير وأنت سمعتي صوتي كان سويت اللي أنا سويته وأكثر. لا تقللين من قيمة روحك. أوكي؟ ومشكورة وايد على الكوفي والدونت. يلا يلا خلصي شغلك بسرعة لأن وراك وايد أشياء تعلميني إياها. أوكي؟ أوكي. Thank you.